بسم الله الرحمن الرحيم. حنبدأ اليوم أول محاضرة في محاضرات الـ Human Growth and Development، علم النمو والتطور. زي ما حكينا أنه هذه المادة تتحدث عن النمو البشري والتطور في جميع مراحل عمر الإنسان، تمام؟ من لحظة الحمل لعند الوفاة. يعني هذه المادة من لحظة الحمل لعند الوفاة، لأن النمو يبدأ من بعد أو من لحظة الحمل، تمام؟ من عند ما يصير copulation لعند ما يصير في عنا أو قبل الوفاة بلحظات، هذا ما يسمى بالنمو والتطور. حنمشي في المادة كل أسبوع محاضرة بإذن الله تعالى حسب الجدول النموذجي الموجود. المادة مش صعبة، المادة سهلة، لكن بدنا ندرسها أول بأول عشان نقدر نفهمها. لو جينا طلعنا للديفينيشن للجروث، لو احنا طلعنا لتعريف الجروث، في عندنا كلمة بتهمنا كثير في تعريف الجروث. احنا بنشوف الاطفال كل يوم بيكبروا، يعني لو مسكنا طفل على عمر سنه وقسنا طوله وقسنا وزنه، تمام، ودولنا هذا الامر في ملاحظات، الطفل على عمر سنتين نفس الطفل قسنا طوله وقسنا وزنه، هنلاقي طوله زاد، تمام. يعني اذا كان طوله 90 سنتي مثلا صار 110 او صار 120 على سبيل المثال، مثلا اذا كان وزنه كان 10 كيلو صار 12، اذا كان 12 مثلا صار 14. لو لاحظنا انه الفرق بين سنه اولى وسنه ثانيه، يعني لما كان عمره سنه وكان عمره صار عمره سنتين، الفرق بيناتهم ارقام. هذا ما يعرف باسم النمو، الجروث. الجروث عباره عن زياده رقميه او زياده كميه في الوزن او في الطول او في المقاييس اللي بتخص النمو. شو معنى quantitative؟ لما نقول انه quantitative increase in size and structure، يعني زيادة كمية في الحجم والشكل. ومعنى زيادة كمية، معنى quantitative، لما نقول quantitative جاي من كلمة quantity، ومصطلح quantity يعني كمية، والكمية دائما وابدا تقاس بالارقام. لما نقول سكر، راتل سكر، معنى كلمة 3 كيلو يعني بالارقام كمية، تمام. لما نقول مثلا الطول 100 سنتي، يعني عمليه قياس بالارقام. لما نقول الوزن 2 كيلو، يعني عمليه القياس بالارقام. هذا ما يعرف باسم الكوانتيتي. دائما وابدا الجروث عباره عن زياده كميه في الشكل والحجم. يعني الطفل بيكبر بيطول وزنه بيزيد، بنقولش والله انه الطفل وزنه كثير، لا، بنقول انه الطفل وزنه 20 كيلو 15 كيلو زي هيك. الزيادة الكمية هذه هي ما تعبر عن مصطلح النمو. واضح؟ لو قلنا كواليتيتيف غلط. الكواليتيتيف تعني زيادة كيفية، والطول والوزن ما بزيدش باللي هو بالكلمات، ما بزيدش بالتعبير، بزيد بالأرقام. يعني ما بينفعش نقول والله طول الطفل مناسب، لا، بدك تقول طول قديش بالضبط. هذا ما يعرف باسم الكوانتيتيتيف. كل شغلة قياسها بالأرقام تسمى كوانتيتيتيف، زيادة كمية. وهذا ما يعرف باسم الفيزيكال تشينج، تمام، التغير الجسدي، النمو الجسدي، الانسان يكبر وبيتطور، تمام، وبينصح وتغير ملامحه، تمام، تتغير ملامحه. النمو مش بيجي، النمو سببه زياده في السيل نمبر والسيل سايز. يعني الانسان كيف وجهه بيكبر، كيف الابدومين بيكبر، كيف الايدين بتطول، كيف الاقدام بتطول، انه حجم الخلايا زاد. فلما حجم الخلايا زاد، تمام، صار في نمو، وحجم الخلايا نفسها، الخلية نفسها تمددت أكثر، هذا بيسمح لجسم الإنسان إنه يتمدد بشكل أكثر. هذا ما يعرف باسم النمو. في خلال عملية النمو الغضب بيصير أكبر، بيصير أطول، بيصير أثقل، بيصير الحجم أكبر، تمام. هذا إحنا من خلاله بنعرف إنه هذا الإنسان صار في عنده نمو أكثر. تبدأ عملية النمو من زي ما حكينا أول في الطرائس الأخرى، وتلقيحها لعند الماتوريشن، بيصير في النضوج لعند بيصير ادلت، مرورا باللي هو جميع مراحل عند الوفاه. هي معنى اللي هو الجروث. والجروث في الاساس يبدا من لحظه التلقيح والاخصاب لعند بيصير فل ادلت، يعني يصير انسان بالغ كامل. 99% من مراحل النمو تنتهي عند ما يصير الانسان مدلول ادلت، يعني لما يكتمل الانسان، تمام.
بعد ما يصير ماتيور ادلت مراحل النمو خلاص يا بتتوقف يا بتصير تقل تدريجيا حسب عمر الانسان وصحه الانسان. المصطلح ديفلوبمنت عباره عن تطور، لما الانسان يتطور يعني بيصير في زياده على مستويين، المستوى الاول كوانتيتيف والمستوى الثاني كواليتيتيف، هذا هو الديفلوبمنت. لكن الديفلوبمنت في الاساس زياده كيفيه، يعني بيهتم اكثر في موضوع الكواليتيتيف انكريز. ولكن في بعض الاحيان تمام بعض الوظائف الموجوده في جسم الانسان على مستوى التطور ممكن نقيسها بالكوانتيتيف ميجرز، هذا الامر راح نحكي كمان شوي في الموضوع. واضح؟ يبقى الديفلوبمنت عباره عن كواليتيتيف تشينج، تغيير كيفي. ليش تغيير كيفي؟ نقول ليش، لانه الانسان او احنا لما بنحكي عن الديفلوبمنت بنحكي عن مهارات، بنحكي عن شخصيه بيرسوناليتي، بنحكي عن تطور اجتماعي، بنحكي عن تطور سيكولوجي، تمام؟ فبنحكي عن تطور المهارات لدى الانسان. فهذا التطور غالبا لا يقاس بالارقام، تمام؟ يعني مستوى الشخصيه فبنقولش والله 2 كيلو 3 كيلو 20 30 هذا شخصيته مثلا 50%، فبنقولش هيك، بنقول انه الشخصيه جود، الشخصيه ضعيفه، الشخصيه مثلا فيها مشكله. فبنعبر عن الخصائص الخاصة بالتطور بالكلام بالتعبير. فبالتالي احنا بنقول دائما عن الديفلوبمنت كواليتيتيف انكريز او كواليتيتيف تشينج. واضح؟ بعض الخصائص الموجودة في الديفلوبمنت ممكن تشمل الكوانتيتيتيف، تمام؟ ممكن تشمل الكوانتيتيتيف. هذا الامر زي مثلا اللي هو التطور الاجتماعي لدى الاطفال، في حاجة يسموها دينفر تيست. دينفر تيست بيقيس التطور الاجتماعي عند الاطفال بالارقام. فلذلك احنا دخلنا كلمه كوانتيتيف حديثا، لانه حديثا اصبح في بعض العمليات التطوريه لدى الانسان تقاس بالارقام، لكن هذه العمليات قليله جدا، تمام؟ ومقاييسها مقاييس قليله وفي نفس الوقت صعبه. لكن بنقدر نقول انه الديفلوبمنت عباره عن كواليتيتيف بمعدل 90% من اللي هو الديفلوبمنت تقاس كواليتيتيف، و10% يقاس الكوانتيتيف. بيهتم اكثر بموضوع الفانكشنال، وظائف الانسان من ناحيه قوانين اجتماعيه، من ناحيه مهارات، من ناحيه سلوكيات، من ناحيه شخصيه، من ناحيه كلام. هذا اسمه ديفلوبمنت، بعكس هو الجروث. الجروث بيحكي عن وزن، بيحكي عن طول، يعني بالعربي بيحكي عن فيزيكال تشينج. هذا هو بالنسبه ل يعني الديفلوبمنت. لو جينا عملنا مقارنه بين الجروث والديفلوبمنت كالتالي، الجروث زياده في الحجم والطول والوزن وهكذا شرحناه قبل شوي، اما الديفلوبمنت عباره عن ديفلوبمنت امبروفمنت في الفانكشننج، يعني في الشخصيه، في الاداء الاجتماعي، في الاداء النفسي، في التفكير، في المهارات، في الكاريزما تبعت الانسان. الجروث سهل نقيسه، تمام؟ يعني سهل نجيب ميزان ووزن الطفل، سهل نجيب مقياس ونقيس طول الطفل، لكن الديفلوبمنت صعب جدا نقيسه. صعب تقيسها، في اختبارات لكن اختبارات صعبه جدا وبدها ناس مختصين في هذا الامر. الجروث دائما بيكون ليميتد، كيف يعني ليميتد؟ يعني بيقف عند حد معين، عمرك شفت انسان بيطول وبيضل 50 سنه بيطول؟ وهذا من رحمه ربنا انه في توازن في الحياه. عمرك شفت انسان وزنه بزيد من هلا 100 سنه؟ يعني كل يوم كيلو 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 لما عند مسير 1000 كيلو بيقف. الامر يعني محدود، لا عندي امر وليميتد. تمام؟ في فترة الماتيوريتي، فترة النضوج والبلوغ بيتوقف النمو أو شبه توقف. أما الديفلوبمنت من رحمة ربنا إنه continuous unending process، يعني مرحلة لا تنتهي. ليش طيب؟ لأنه في الديفلوبمنت الإنسان شخصيته تتطور. تخيلوا إنه الإنسان على سن 15 أو 20 عقليته بتقف خلاص، مش نمو أكثر من هيك. لكن ما صرناش دكاترة ولا تطورنا ولا صار في منا علماء، ولا الانسان صار يقدر يحل مشاكل. كل ما الانسان مر بتجربه اكثر كل ما صار يحل مشاكل اكثر. فالديفلوبمنت بيهتم في حل المشاكل، بيهتم في الشخصيه، بيهتم في التفكير، بيهتم في المنطق، بيهتم في اللي هو اجتماعيات وسلوكيات الانسان، وبالتالي هو لا يتوقف اطلاقا. كل ما كبر الانسان كل ما تعلم اكثر، كل ما صار في عنده ديفلوبمنت اكثر. واضح؟ الجروث ليميتد تو سبيسيفيك اريا، يعني فقط ينحصر على الاقدام، على الايدين، على الوجه، على اعضاء جسم الانسان. اما الديفلوبمنت بيهتم في كل اجزاء جسم الانسان كلها على بعضها،
انه السلوكيات نابعه من التفكير، والتفكير يعني يترجم لاعضاء جسم الانسان. انت اللي بتفكر فيه بتعمله بايديك، تمام؟ الجروث كوانتيتيف تشينج يعني زياده كميه على الوزن على طول والى اخره، زي ما شرحنا قبل شويه. اما الديفلوبمنت كواليتيتيف، وفي منه كوانتيتيف. وقلنا ليش كواليتيتيف؟ لانه ما بنقدرش نقيس الديفلوبمنت، لانه في تطور في البرسوناليتي، تطور في المهارات، تطور في السلوكيات، وهذا صعب يتم قياسه بالارقام. موضوع البرنسبلز اوف جروث اند ديفلوبمنت، مبادئ النمو والتطور، هذا الموضوع مهم كثير بركز عليه في موضوع الامتحانات. اول مبدا من مبادئ النمو والتطور، there are individual differences in development، يعني هناك فروقات فرديه في موضوع النمو والتطور، تمام؟ هذا اول مبدا بدنا نتعلمه، تمام؟ المقصود في هذا المبدا انه يعني ابنك عمره 5 سنين وابنك عمره 5 سنين، تمام؟ بيجي والله لاختك، تمام؟ ابني قد ابنك، طب ليش مثلا ابنك اطول من ابني؟ مشكله في عند ابني مشكله؟ لا طبعا مش هيك، مش هيك طبعا. مش كل واحد عمره نفس عمر الثاني بده يكون نفس الشكل ونفس التركيب ونفس الطول ونفس الوزن، لا طبعا. انا عمري 20 وفلان عمره 20 لازم يكون هو نفس وزني ونفس طولي؟ لا طبعا مش شرط، لا طبعا. في فروقات فرديه في النمو والتطور، تمام؟ في فروقات فرديه، تمام؟ يعني بعض الاشخاص طولهم 180، بعض الاشخاص في نفس العمر 150، واضح؟ يعني مش شرط يكون، وهذا برجع الامر للجينات والوراثة والامور هذه، تمام؟ الامر الثاني، ما بنقدرش نتوقع نفس السلوك من نفس الاطفال في نفس العمر. يعني ابنك عمره 5 سنين وابنك عمره انت 5 سنين، تمام؟ ما بنقدر نقول انه سلوكيات هذا الطفل لازم تكون بالضبط نفس سلوكيات هذا الطفل. في فروقات فرديه في النمو والتطور، تمام؟ الطول والوزن، حتى التفكير، حتى الشخصيه، في فروقات حتى لو كانوا متقاربين في العمر. هذا بالنسبه للمبدا الاول. المبدا الثاني بيقول انه different areas develop at different rates، تمام؟ يعني مناطق جسم الانسان يعني بنسب مختلفة، ومثال على هذا الكلام الهارت والليبر والجهاز الهضمي، تمام؟ والجهاز التنفسي والقلب والأمور هذه، تمام؟ القلب والليبر والجهاز الهضمي عادة النمو تبعها بيكون بشكل بطيء في الطفولة، تمام؟ لكن في مرحلة المراهقة لما يصل الإنسان لمرحلة البلوغ بيبدأ النمو فيها سريع، هذا بنسميه نسب متفاوتة، واضح؟ مش يعني ما بتكون النسبة زي ما هي. قلب نمو في الطفوله في الكبار، لا طبعا اطلاقا، لانه هذه المنطقه الحيويه تغيرت، فبالتالي في عندنا نسب متفاوته في هذا الامر كثير كثير فعلا. بعض الاطفال يمشوا على 10، الاطفال الثانيين يمشوا على 18 يتاخروا، فبالتالي في عندنا نسب متفاوته في هذا الامر بشكل كبير. ايضا نسبه نمو الطفل هذا الشخص تختلف عن نسبه ومعدل نمو هذا الطفل في نفس العمر، في اختلافات في هذا اللي هو الامر. الامر الثاني في موضوع النسب، في موضوع تفاوت النسب، انه الريتس للديفلوبمنت يعني معدلات التطور في جسم الانسان ايضا ار نوت يونيفورم، يعني مش موحده. كيف يعني؟ يعني هل تطور العواطف والسلوكيات الاجتماعيه لدى الطفل تنمو بمعدل او تنمو بنفس المعدل اللي هو بينمو فيه التفكير عند الطفل؟ يعني الانتلكتشوال ابيليتي، يعني مستوى التفكير عند الاطفال او مستوى التفكير، تمام؟ مستوى الانتلكتشوال ابيليتي، هل ينمو بنفس المعدل اللي بينمو فيه اللي هو الايموشنال والسوشيال؟ لا طبعا. موضوع التفكير والذكاء عند الاطفال بيكون اسرع، تمام؟ تطور اكثر من موضوع النواحي الاجتماعيه. كيف يعني؟ يعني طفل في صف اول، تمام؟ التفكير تبعه كل يوم بيزيد، كل يوم بيصير في عمليه التفكير، لانه بده يدرس في عنده مدرسه ويدبر حاله في امور حياته. لكن هل اجتماعيات الطفل في صف اول، تمام، زي اجتماعيات الطفل في صف توجيهي او لما يتخرج من الجامعه؟ لا طبعا. مع انه مستوى التفكير عنده في صف اول، تمام، يناسب عمره، تمام. ليش؟ طيب لانه الان هو بحاجه الى التفكير، بحاجه الى نمو عقلي، فبالتالي الانتلكتشوال ابيليتي، تمام، اسرع، تنمو بشكل اسرع من الايموشنال ابيليتي، من التفكير العاطفي او التفكير الاجتماعي، واضح؟ لانه كل انسان بيحتاج شغلات معينه في حياته، هو الان ما بيحتاج
ايموشنز. هو الان الطفل ما بيحتاج يكون اجتماعي، الان بيحتاج انه يكون عنده انتلكتشوال ابيليتي. بعض الاطفال بتلاقيه مور اكتف ذان اذرز، يعني بتلاقيه نشيط اكثر من طفل اخر، بيجري اكثر، اجتماعي اكثر. هذا الامر ايضا يدخل في موضوع تفاوت النسب. هذا مش معنى الكلام انه الطفل هذا افضل من الطفل. الانسان على حسب البيئه اللي تربى فيها وعلى حسب الجينات الوراثيه اللي طلع منها. المبدا الثالث ديفلوبمنت از كونتينوس، يعني النمو والتطور مستمر. تمام؟ كيف يعني مستمر؟ يعني يبدا من لحظه الحمل لعند الوفاه. يعني حتى لو بيقل في احد الفترات، يعني حتى لو على سن البلوغ وعلى سن الكبار على سن الادلتهود بيقل، لكن بضل مستمر. تمام؟ لكن في بعض الفترات بيزيد، يعني فتره المراهقه النمو بيزيد. تمام؟ سبيد اب. ليش؟ طيب عشان يعني يلبي حاجات جسم الانسان في هذا الامر، لان جسم الانسان الان بيحتاج انه يكبر اكثر، بيحتاج يلبي وظائف حيويه اكثر. فبالتالي حتى لو يعني بطيء السنوات، مش معنى الكلام انه بيتوقف. زيرو الى سنه ما بعد الولاده يكون النمو فيها سريع. تمام؟ الادوليسنس ايضا بصير يعني صعب يكون سريع، لكن تختلف النسبه فيها سريع، لكن تختلف النسبه تختلف. لو جينا على مرحله البلوغ تختلف. تمام؟ صح الانفانسي اسرع في النمو. تمام؟ ولكن السرعات تختلف، مش معنى توقف النمو ماشي بشكل مستمر لعند الوفاة. هذا اللي احنا نفهمه في هذا المبدأ. المبدأ الخامس development is sequential، معنى sequential هو تطور تسلسل منطقي، تسلسل جوهري. كيف يعني تسلسل؟ يعني أعضاء جسم الإنسان ما بتدخلش مع بعض في النمو، كل عضو ينمو قبل العضو اللي هو يعني بيأدي وظائف أكثر. كيف يعني؟ يعني الآن إحنا عندنا الرأس وعندنا الأقدام. تمام؟ مين تنمو قبل، الرأس ولا القدم؟ تمام؟ مثال آخر، لو جبنا طفل ومسكناه كورة، تمام؟ لو مين يعني إيش الوظيفة اللي حيأديها قبل؟ هل حيمسك الكورة قبل بإيديه ولا حيمسكها قبل بأصابعه؟ تمام؟ هذه أمور كلها يعني تفسيرها إنه الديفلوبمنت إز يعني تسلسل جوهري وتسلسل منطقي. شو معنى سيكونشال؟ كالتالي، في مبدا النمو السيكونشال في عندنا مبدئين نعرفهم كويس ونحفظهم بشكل كامل. المبدا الاول انه الديفلوبمنت بيمشي فروم هيد تو توي، من الراس الى القدم وليس العكس. مستحيل يبدا النمو من القدم الى الراس، مستحيل بالمره. تمام؟ القدم تنمو قبل الراس، تنمو قبل القدم. ليش طيب؟ لانه وظائف القدم مش حتتم قبل وظائف الراس. وظائف القدم اللي هي عمليه الدخول مش هيقدر الانسان يمشي، تمام، الا يعمل توازن في الراس عنده. يبدا من الراس الى الاقدام. تمام؟ نسميها باللاتيني سيفالوكودل. سيفالوكودل، يعني لازم الطفل يتحكم براسه الاول، بعدين يتحكم في الاكتاف وفي الابدومن وفي الظهر وفي الثاي، ومن ثم بيقدر يقف على رجلين. لكن تخيلوا انه واقف على رجلين وعضلات الرقبه وعضلات الاكتاف وعضلات الابدومن مش ماسكه، مش ثابته، مش حيصير عنده توازن بالمره. تمام؟ فبالتالي هذا المبدا الاول في ديفلوبمنت السيكونشال. المبدا الثاني انه الديفلوبمنت بيمشي من السنتر اوف ذا بودي توارد اوتسايد. كيف يعني سنتر اوف ذا بودي؟ يعني من المركز الوسط لجسم الانسان وبيمشي الى الاطراف هيك، مش العكس. مستحيل النمو يكون من الاطراف ومن ثم السنتر. كيف يعني؟ يعني لو جبنا طفل مثلا، تمام، مسكناه كوره، تمام، طفل صغير مسكناه كوره، قبل ما يمسك الكوره الطفل في اصابعه حتلاقيه حيحضن الكوره في جسمه، حيضم الكوره على صدره او على ابنه، حيمسك الكوره بكل ايده هيك وحيمسكها. ليش طيب؟ لانه نمو العضلات والاطراف والاعصاب اللي في الاصابع لسه مش مكتمله. الان بعد ما يتم نمو عضلات الابدومن وعضلات الشست، تمام، تنمو عضلات الكتف. لما تنمو عضلات الكتف تنمو عضلات الساعد. بعد عضلات الساعد ما يتم يعني نموها تدخل على عضلات اللي هو الكف نفسه
عضلات الأصابع. بعدها بصير الطفل يمسك الكرة بأصابعه، فبالتالي هذا بنسميه بروكسيمو ديستال فروم سنتر توارد أوتسايد، النمو من المنتصف من الشست بيصير النمو للخارج وليس العكس. مستحيل إنه أصابع الطفل يصير فيهم نمو وتقوى قبل ما يصير عنده قوة في الأكتاف أو قوة في الساعد أو قوة في كف اليد، وهذا بنسميه باللاتيني بروكسيمو ديستال. كان في عنا مبدأين في هذا الأمر، المبدأ الأول سيفالوكودال والمبدأ الثاني بروكسيمو ديستال من القريب إلى البعيد. تمام، هذه الصورة بتوضح أكثر. سيفالوكودال معنى سيفالوكودال من الرأس إلى القدم. تمام، شايفين السهم، امشوا مع السهم. أنا هل هنا في سهم؟ لا، نمشي من هان وبنمشي ناحية السهم، هذا اسمه سيفالوكودال من الرأس إلى القدم. لازم عضلات الرقبة وعضلات الرأس تكون قوية وتكتمل قبل ما تكتمل عضلات اللي هو الأقدام. واضح؟ المبدأ الثاني بروكسيمو ديستال يعني من الوسط إلى الأطراف، تمام، وليس العكس. المبدأ الخامس development proceeds from general to specific responses. في هذا المبدأ بنقدر نقول إنه كل ما كبر الطفل أكثر كل ما صار في عندنا specific growth، يعني بصير النمو عنده يهتم بشغلات خاصة. تمام، كيف يعني شغلات خاصة؟ يعني على سبيل المثال الآن في بداية عمر الطفل، الطفل بيستخدم كلمات عامة، يعني بيقول لعبة، بيقول عن الكورة، بيقول عن السيارة، بيقول عن أي لعبة في حياته بيقول عنها لعبة. هذا اسمه جنرال تيرم، مصطلح عام، لأنه مش عارف ايش معناتها، لكن كل ما كبر أكثر كل ما عارف أسماء الألعاب. فبالتالي دائما وأبدا التطور يبدأ بشغلات عامة، بعد هيك بصير يتعلم الشغلات الخاصة. واضح؟ عنده كل الناس بشر، لكن لما يكبر الطفل بصير يعرف إنه هذا ذكر وهذا أنثى، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. كل ما كبر أكثر كل ما عارف الأعمار، كل ما عارف الأشهر. فكل ما كبر أكثر كل ما كان سبيسيفيك في فهمه لأمور الحياة. المبدأ السادس development is influenced by both heredity and environment. موضوع الجينات والوراثة والبيئة بتأثر كتير كتير على موضوع نمو الأطفال. يعني مثلا لون العينين، لون البشرة، ملامح الوجه، هذا كله بيأثر على عمر الأطفال. يعني مثلا الأب طويل، الأم طويلة، غالبا أولادهم حيكونوا أطوال، لكن الأب طويل والأم مثلا مش طويلة بيطلعوا الأولاد نص نص على سبيل المثال. الأب قصير، الأم قصيرة، أولادهم بيطلعوا مشابهين لهم. فبالتالي النمو بتأثر في موضوع بشكل كبير جدا في موضوع اللي هو الجينات، لون العينين، لون البشرة، التعامل، السلوكيات. تمام، الأمور اللي هو بتخص العوامل البيئية مثل النيوتريشن، الموتيفيشن، الجود رول موديل أيضا بتأثر في موضوع النمو. على سبيل المثال الطفل اللي بياكل أكثر النمو تبعه بيكون أفضل بكثير. أيضا الست البريجنانت اللي كانت تأكل في فترة الحمل تأكل شغلات أفضل وصحية، تمام، بيطلع منها هيلثي، وحتى جسمه بيطلع متناسق، جسمه بيطلع مكتمل، حتى عقليته يعني بتكون عقلية مكتملة، بتطلع اللي هو الانتلكشوال ابيليتي تبعته افضل مقارنة بالامهات اللي ما كانوش شغل كويس. يعني الام اللي بتاكل مثلا في فترة الحمل شيبسي، شوكولاتات مثلا، شغلات مالهاش علاقة بموضوع الصحة او بتأثر سلبا على الصحة، هذه كلها بتأثر على موضوع ابنها لما ينولد. اما الست اللي كانت تاكل مثلا بروتينات، كربوهيدرات، لحوم، فواكه، فيتامينز، اسماك مثلا، هذا كله بيأثر ايضا على صحه الاطفال في المستقبل. الموتيفيشن، كل ما احنا اعطينا الاطفال دعم اكثر، كل ما عملنا لهم اللي هو دافع اكثر اللي هو النجاح وانهم يتقدموا اكثر، كل ما كان نمو نظر الاطفال افضل بكثير. يعني كل ما كان افضل اشطر شخصيته تطلع اقوى. القدره الموديل، القدوه الحسنه، إذا كان عنده قدوة حسنة في البيت بيأثر في موضوع النمو والتطور، تتطور شخصيته، تتطور عقليته. لكن إذا كان ما كان في عنده قدوة حسنة بيأثر سيء، يعني بيأثر سلبا على موضوع اللي هو النمو عنده والتطور في المستقبل. الطفل اللي احنا بنعطيه فرص ان يكون interact with others، يعني يتفاعل مع الآخرين، يسلم على الناس، يطلع معنا، يطش معنا، يشوف الناس، يشوف السوق، يشوف ناس كيف بتعاملوا مع بعض، هذا بيكون عادة بيكون يعني شخصيته كويسة، متفاعل مع الآخرين. لكن الطفل اللي ما عطناهوش فرصة في هذا الأمر وما بنخليه يطلع برا ودائما مخزون في البيت، حتى لو شاطر في المدرسة، حتى لو ممتاز، حتى لو ذكي، لكن بيطلع شاي يعني خجول، وبيطلع انتروفيرت يعني منطوي على نفسه. هذا السبب بقول development is due to maturation، يعني ما بيصير في عنا نمو ولا development إلا إذا كان في عنا نضوج في الأعضاء في جسم الإنسان. مثال على هذا الأمر، الطفل ما بيقدرش
يحمل الهيد تبعته راسه يعني، الا اذا كان في نمو في عضلات الرقبه. تمام، يعني لما يكون في ماتيوريشن في عضلات الرقبه يقدر الانسان او يقدر الطفل يحمل الهيد تبعته. تمام، هذا المقصود بالماتيوريشن، يعني ديفلوبمنت في الهيد ما بصيرش الا بالماتيوريشن تبعت عضلات الرقبه. تمام، المبدا الثامن ديفلوبمنت از بريدكتبل، يعني تطور متوقع. يعني لو انسان مثلا طويل تزوج واحده طويله بنقول انه اولاده حيكونوا اطوال، يعني بكل بساطه انه مو تطور متوقع، يعني بنقدر نتوقع كيف حيكونوا ابنائهم في المستقبل. المبدا التاسع انه في عندنا سلوكيات كثير بنسميها سلوكيات سيئه كانت في عمر معين. تمام، هذه السلوكيات بتكون في هذا العمر طبيعيه، لكن اذا تكررت السلوكيات هذه على اعمار اخرى بتكون ليست طبيعيه. مثال على هذا الامر التبول اللا ارادي، البيد ويتنج للاطفال على عمر سنتين وعمر سنه، البيد ويتنج طبيعي، لكن على عمر 12 سنه و10 سنين و15 سنه مش طبيعي هذا الامر. فكثير في سلوكيات بنسميها بروبلم بيهيفير بتكون نورمال في بعض الاوقات، لكن في بعض في لكن في اوقات اخرى ما بتكونش نورمال بالمره. تمام، المبدا العاشر ديفلوبمنت انفولفز تشينجز، ما فيش نمو ولا تطور الا في تغير، اما تغير في الشكل او تغير في اللي هو النسبه والتناسب تبعت النمو. لو صار في عندنا تشينج في السايز يعني بتغير الطول بتغير الوزن بيزداد يعني. تمام، يعني ما فيش نمو وتطور من دون تغير في الوزن. انسان وزنه ثابت طوله ثابت ما صارش في تغير في مشكله عنده، فهذا بنسميه مشكله في اللي هو متطور. لكن بشكل عام ديفلوبمنت لازم يكون في تشينجز اولا في السايز، والسايز بنقول عنه يعني كوانتيتيف يعني الهايت والتشينج. اما التشينج في البروبورشن انه كل ما الطفل كبر حجمه تمام يعني الاعضاء الثانيه بتكبر يعني بنسبه وتناسب تتناسب مع الاعضاء الاخرى. تمام، يعني مثلا الراس تمام وجسم الانسان قديش حجم الراس بتاخذ من جسم الانسان؟ تمام، اثناء فتره الولاده بتكون الراس ربع جسم الانسان، لكن لما يكبر الانسان ويصير ادلت بتصير الراس ثمن جسم الانسان، ثمن جسم الانسان. تمام، وهذا بنسميه تشينج ان بروبورشن، يعني طول الراس مقارنه بطول اللي هو جسم الانسان. قديش طول الراس مقارنه بجسم الانسان؟ عند الولاده بتكون ربعها. ليش؟ طيب عشان يقدر يحفظ التوازن، لكن كل ما كبر الانسان اكثر كل ما صار فيه نسبه تناسب، فصارت الراس الان ثمن طول جسم الانسان. في النمو والتطور ايضا من التغيرات اللي بتصير في بيصير عندنا ديسابيرنس في الاول فيتشرز، يعني بعض الملامح اللي بتصير على وجه الانسان او على شكل الانسان تختفي تطلع بدلها ملامح ثانيه، زي مثلا البيبي هير ما بضلش طول عمره، بروح وبيطلع اللي هو يعني الادلت هير مثلا. تمام، البيبي تيث الاسنان اللبنيه تمام بتروح وبتيجي بدلها الاسنان الدائمه مثلا. في كمان اكتساب صفات ثانيه واكتساب ملامح ثانيه اللي هي الاسنان الدائمه البيرمننت تيث. تمام، البرايمري سيكشوال كاركترستكس السكندري سيكشوال كاركترستكس، هذه كلها شغلات الانسان بيكتسبها خلال فتره النمو والتطور. شوف الان هيك خلصنا موضوع البرنسبلز من بعد التطور، هنبدا الان في موضوع الفاكتورز افكتنج جروث، العوامل اللي بتاثر على موضوع النمو والتطور. العامل الاول بياثر على موضوع النمو والتطور هو البيئه والوراثه. البيئه بتلعب دور كبير جدا في موضوع النمو والتطور، لانه هذه الجينات بتتداخل في بعض وبتغير من اللي هو طبيعه الانسان. هذه الجينات تمام التقاء اللي هو السبيرم مع الاوفم تمام ويصير في عندنا تلقيح واخصاب، بصير في عندنا جينات، وهذه الجينات بتاثر في موضوع لون الشعر وموضوع لون البشره، موضوع الطول والوزن وموضوع الذكاء. تمام، فبالتالي الوراثه بتلعب دور كبير جدا على موضوع اللي هو يعني البيئه ايضا بتلعب دور كبير. تمام، يعني البيئه لها دور ايضا مش بسيط على موضوع النمو والتطور. البيئه المقصود فيها كل الشغلات المحيطه بالانسان من ناحيه بيئه فيزيكال او بيئه سايكولوجيكال او بيئه سوشيال، هذه كلها امور بتاثر على نمو الانسان. يعني الانسان اللي بينمو في بيئه مثلا يعني اجتماعيه وبيئه حركه وبيئه نشطه بيطلع الطفل يعني نشيط واجتماعي، لكن الانسان اذا كان في بيئه نمى فيها بيئه انطوائيه تمام ما بيكونش مع بعض، حيطلع الانسان يعني انطوائي.
تمام. السوشيال انفايرمنت البيئه الاجتماعيه، على سبيل المثال السوشيال لو، القوانين الاجتماعيه، النظم الاجتماعيه، تمام، الكاستمز، العادات والتقاليد، كلها بتاثر في سلوكيات الانسان، كلها بتنظم عمل الانسان، تمام. اذا كان الانسان في بيئه محترمه تحترم البشر، تحترم اللي هو يعني قواعد السير، قواعد السلوكيات، كل الامور هذه، فبيطلع الطفل ماشي على هذا النظام. والعكس صحيح، السايكولوجيكال انفايرمنت، البيئه النفسيه، تمام، كيف تعامل الانسان مع الاخرين، كيف نفسيته تجاه نفسه، تمام، كيف بيتعامل مع اهل البيت، هذا كله بياثر في نمو وتطور عنده. الافكشن اللي بياخده، مستوى الحنان اللي بياخده من الاب والام، تمام، مستوى الاهتمام، مستوى الحب اللي بياخده من اهله، اخواته، اخوته، من اهله، من ابوه، من امه، تمام، هذا كله بياثر في مواقفه، في اتجاهاته، بيغير من سلوكياته، بيقوي من شخصيته، بيقوي الرابط اللي بيكون مع اخوته، تمام. فبالتالي البيئه المحيطه بالانسان ايضا بتلعب دور في موضوع النمو والتطور لدى الانسان. اما الفيزيكال انفايرمنت تشمل الفود، الطعام، كلوثينج، لباس، شيلتر، المأوى، المناخ نفسه، المناخ نفسه بيأثر في عملية النمو والتطور بشكل كبير. يعني البيئة الحارة تختلف عن البيئة الباردة، بتغير من لون البشرة وطبيعة البشرة، حتى السلوكيات بتغير منها، تمام، البرسوناليتي بتتغير، تمام. ذلك الطفل حسب البيئة اللي نام فيها تتغير سلوكياته، تمام. الطفل أيضا بياخد من اللي هو البيرنتس، absorbs a lot from his parents، يعني بياخد كثير شغلات سلوكيات من ابوه من امه. يعني مثلا كيف طريقه اللبس، كيف طريقه التعامل، بياخد سلوكيات ايضا من المدرسه، البيئه المدرسه تعتبر من يعني من يعني من اجزاء البيئه الموجوده، تمام. الاصدقاء يعتبروا من البيئه اللي حوالين الطفل، بياخد من اصدقائه، من سلوكياتهم، تمام، بياخد من جيرانه، بياخد من البيت اللي تربى فيه. فكتير في عندنا تريتس، تريتس مقصود فيها الصبغات الوراثية، كتير في تريتس، تمام، بياخدها الإنسان وممكن ياخدها من أبوه وأمه وتتغير مع مرور الوقت. يعني ياخد من أبوه سلوكيات معينة، تمام، هذه سلوكيات كويسة، لكن يحتك في بيئة سيئة فبتتغير التريتس هذه. ليش؟ طيب، لأنه البيئة تغيرت، تمام. فبالتالي أيضا التريتس نفسها البيئة بتأثر عليها، شكل الإنسان، لون العين، الطول، هذا كله ايضا inherited. الكلايمت حكينا فيه، الدايت اللي بيقولها، شو تحتوي، يعني الدايت نفسها تحتوي على ايش بالضبط، ايضا حكينا فيها، تمام. كثير في عندنا activities زي مثلا الرايتنج، الكتابه، لعب الكوره، السبيلنج، طريقه تهج الكلام، هذا كله ايضا بياثر في موضوع الوراثه، موضوع البيئه، يعني ابوه بياثر فيه وامه بتاثر فيه، تمام. هذه كلها سلوكيات اثرت عليه من ناحيه الوراثه ومن ناحيه هو البيئه. بالنسبه عند الفيميل مثلا، الفيرست منستريشن، اول دوره شهريه بتبدا عند الفيميل، تمام، اللي بياثر فيها الجينيتيك فاكتورز اكثر من العوامل البيئيه. كيف يعني جينيتيك فاكتورز؟ يعني متى اجت اول منسز لامها؟ غالبا بتيجي في نفس الوقت اللي اجت فيه ما بتيجي للبنت نفسها. فالجينيتيك فاكتورز لها علاقه ايضا في هذا الموضوع اكثر من موضوع البيئه. العامل الثاني بياثر في موضوع النمو وتطور السكس، تمام، يعني اختلاف الشخص نفسه من ذكر الى انثى. يعني هل مثلا جنس الانسان بياثر في عمليه النمو وتطور؟ طبعا في فروقات بين الاناث وبين الذكور في موضوع النمو وتطور، فروقات كبيره. يعني على سبيل المثال الاولاد البويز بيكونوا عاده بيكونوا اطول من البنات في نفس اعمارهم، تمام. البنات على سبيل المثال يكون عندهم رابيد فيزيكال جروث، النمو الجسدي يكون اسرع في فتره المراهقه من الاولاد في نفس العمر. فبالتالي الجنس نفسه له دور، تغير الجنس من ذكر لانثى في دور. الاولاد ايضا بويز عندهم يعني ماسكولار سترينث اكثر، عندهم قوه عضليه اكثر من البنات. العامل الثالث هو النيوتريشن، النيوتريشن بيلعب دور كبير. يعني اذا كانت الست بتاخذ تغذية كافية خلال فترة الحمل، النمو لدى الأطفال مستقبلا، تمام. فإذا كانت الدايت انسفيشنت هيأثر، هيعمل مشاكل في الجروث، هيعمل جروث ريتارديشن، يعني تخلف في النمو، فحتلد الأم البيبي هيكون حجمه صغير، وزنه صغير. ليش؟ طيب، لأنه ما كانش تاخد دايت ملائمة. واضح؟ كل ما كان في عندنا سوء في التغذية لدى الأطفال، تمام، وكبروا على هذا الأمر، هذا الأمر كانت بيركتيفاي، يعني لا رجوع له. كيف يعني؟ يعني الطفل مثلا نزل حجمه صغير، عنده مشاكل في النمو، تمام، لانه الست ابن امه ما كانتش تاكل،
وايضا بعد الولاده ما كانش ياخذ يعني بريست فيدنج بشكل جيد. ايضا التغذيه بعد ما صار ياكل ما صارش ياكل كويس، يعني قضى فتره طفولته بياكلش كويس، تمام؟ في بدايه حياته. الان على عمر المراهقه او سن البلوغ، طب هل هذا الامر بنقدر نرجع؟ يعني بنقدر نقول والله لما صار كبير الان نقدر نقول بدنا نعوض هذه المواد الغذائيه نخليه ياكل عشان يتغير النمو عنده؟ لا طبعا، مفيش امكانيه. في مرحله البناء في امكانيه، لكن الان خلصت مرحله البناء، الان في مرحله ثبات، فصعب الان جدا جدا يرجع او ناخذ اللي هو العبره من هذا الامر. العامل الرابع اللي هو ماتيرنال إلنس ديورنج بريجنانسي، اصابه الام في فتره الحمل ببعض الامراض، هذا بيأثر على نمو وتطور لدى يعني لدى الاطفال، خصوصا الامراض اللي بتخص الغدد الصماء، اندوكراين ديزيز، مرض السكري، بلاسنتال سافيشنسي، اذا كانت الهشيمه نفسها ما فيش فيها سافيشنسي، يعني بنسميها بلاسنتال انسافيشنسي. كيف يعني؟ يعني الست كان معها هايبرتنشن خلال فتره الحمل، فبالتالي الهايبرتنشن اثر على اللي هو البلاسنتا نفسها، فالبلاسنتا بطلت تغذي الطفل بالاكسجين والغذاء. ليش طيب؟ لانه وصول الدم الى البلاسنتا ما كانش جيد، كان في كومبريشن فما كانش جيد، فما كانش يصل الدم بشكل جيد. فبالتالي هي البلاسنتا اساسا اللي بتغذي الطفل، تمام؟ البلاسنتا اللي بتعطي الطفل الغذاء والاكسجين، فبالتالي هذا يؤثر على نموه والتطور خلال فتره يعني بعد فتره الولاده على الام على الطفل نفسه. العامل الخامس الماتيرنال اند فاميلي سوشيو ايكونوميك ديس ادفانتجز، يعني اذا كان الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه عند الام او عند العائله او عند الاسره بشكل عام، يعني كان في عندنا مشاكل في هذا الامر، مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه، هذه المشاكل كانت خلال فتره الحمل، تمام، او بعد فتره الولاده، هذا كله بياثر على موضوع نمو الاطفال. على سبيل المثال بور نيوتريشن، فيش اكل في البيت مثلا، الحاله الاقتصاديه سيئه، تمام، الست ما كانتش تروح تعمل بري نيتال كير، يعني ما كانتش تعمل زيارات على العياده عشان تاخذ المالتي فيتامينز وتعمل اللي هو متابعه على الحمل وتفحص دمها وتشوف ايش في مشاكل عندها اول باول، ما كانتش تعمل بري نيتال كير. هذا كله بياثر على نمو الاطفال، وكثير في عندنا اطفال بعد ما يولدوا بيطلع عندهم مشاكل، والسبب الرئيسي انه ما كانش في عندنا جود بري نيتال كير كويسه. بور اديوكيشن، البنت اتزوجت على عمر 16 او على عمر 15، يعني مستوى التعليم عندها متدني، وكذلك الراجل مستوى التعليم عنده متدني، فهذا الامر حينعكس سلبا على موضوع التغذيه وعلى موضوع التفكير وعلى موضوع الحمل وموضوع الولاده، تمام؟ ايضا ان اديكوت تريتمنت اوف ماتيرنال النس، صار عندنا مرض عند الست الحامل، تمام؟ ما صارش له تريتمنت، ما صارش له متابعه، ما صارش له يعني جود فولو اب على الاطفال بعد فتره الحمل، بتاثر على السايز وزن بشكل عام للطفل نفسه. العامل السادس الماتيرنال فاميلي سوشيال ايموشنال بروبلمز دورينج تشايلد هود، يعني الطفل نفسه في مرحله 5 سنين 6 سنين كان في مشاكل اسريه، مشاكل اجتماعيه، تمام؟ هذه المشاكل مثلا حرمانه من الحنان مثلا، او مشاكل اقتصاديه، واضح؟ هذا كله بياثر على حجم الطفل وبياثر على تفكيره وبياثر على سلوكياته. البور نيوتريشن، تمام؟ ايموشنال ديبريفيشن، الحرمان العاطفي، يعني ابوه بدورش عليه، امه بتدورش عليه مثلا، دائما الولد مثلا في حاله منطوي، فيش ترابط بين الاسره، مثلا كان الوحيد لحاله مثلا، اخوته لحال، هو لحال، هذا كله بياثر على حرمان الطفل من الامور الاساسيه. العامل السابع هو الاندوكراين او هرمونال فاكتورز، يعني في عندنا مشكله في على مستوى الهرمونات او على مستوى الاندوكراين على مستوى الغدد. على سبيل المثال الثيروكسين، الثيروكسين هو هرمون النمو، تمام؟ اي ديفيشنسي في الثيروكسين بيعمل حاجه اسمها كريتينيزم، القماءه. القماءه انه بيطلع الطفل الصغير قصير، ايديه صغار، راسه صغيره، رجليه صغار، يعني حجمه صغير. ليش طيب؟ لانه كان في ديفيشنسي في الثيروكسين، والثيروكسين بيطلع من الغده الدرقيه، هو مسؤول بشكل اساسي عن النمو الجسدي والنمو اللي هو العقلي، منتال وفيزيكال ديفلوبمنت، تمام؟ فلازم يكون في عندنا بالانس في الهرمونز. ايضا في فتره البلوغ او فتره النضوج في حاجه اسمها 6 هرمونز، 6 هرمونز بتعمل ديفلوبمنت للجينيتال اورجانز، وبتعمل ديفلوبمنت للي هو البرايمري والسكندري سيكشوال كاركترستكس. اي مشكله في ال 6 هرمونز بتعمل مشكله وتخلف في البرايمري والسيكشوال كاركترستكس.
العامل الثامن هو البوزيشن ان ذا فاميلي، يعني ترتيب الطفل في العائله. تمام، عاده الطفل الاول يعني بياكل اقل واحد لانه ما فيش حد يشجعه، لكن الطفل الثاني والثالث والرابع تمام بياكلوا افضل، بياكلوا اسرع، بينمو اكثر. ليش؟ طيب لانه في اخوه بيقول لهم شجعوا، بصيروا ينافسوا، بصيروا يلعبوا يعني مع بعض، حتى بسلوا بعض في البيت. تمام، فبالتالي ترتيب الطفل في الاسره له دور كبير في موضوع النمو والتطور. العامل التاسع ماتيوريشن اند ليرنينج، هو نضوج والتعلم. تمام، عادة انه اساسا الديفلوبمنت عباره عن هو نتيجه او محصله للماتيوريشن والليرنينج. تمام، هذا الليرنينج تبعنا بيجي من الاكسبيرينس، يعني كل ما خضنا تجارب اكثر كل ما تعلمنا اكثر. تمام، فالتعلم هذا اللي تعلمناه بيساعد الطفل على النمو الجسدي، النمو العاطفي، النمو العقلي، نمو الذكاء، نمو اللغه عنده. تمام، فكل ما خاض الطفل تجارب اكثر، كل ما طلع اكثر، كل ما احتك مع ناس اكثر، كل ما تعلم كلمات اكثر، كل ما تعلم كيف يحتك مع الناس بشكل افضل. ايضا النولج والسكيلز والهابتس والاتيتيودز تمام كلها بتساهم في نمو وتطور الانسان، كيف انت اتجاهك او كيف مواقفك وتفكيرك قدام ابنك، العادات السيئه اللي انت بتعملها قدام ابنك والحركات السلوكيه. تمام، كذلك اي عاده سيئه بتعملها لما دائما اعطيه الشغلات اللي فيها فائده، الشغلات اللي ممكن يتعلم منها المستقبل، بالتالي هذا كله بأثر في موضوع النمو والتطور. المبدا السائل او العامل اللي هو الثامن فيزيكال ديفكت. فيزيكال ديفكت يعني في عندنا اعاقه لدى هذا الطفل. تمام، الاعاقات تشمل الجوال، سمعيه، بصريه، تمام، اعاقه فكريه، اعاقه في المشي، في الحركه، في الكلام. تمام، كل ما كان الطفل عنده اعاقات اكثر كل ما النمو تبعه كان اقل. ناخذ مثال البلايند تشيلدرن، الطفل ما بيشوف كويس بتلاقيه مشي ضعيف. ليش؟ طيب لانه اساسا بخاف يمشي، بخاف يقع، وغير هيك عضلاته ما اكتملتش بشكل جيد، يعني نفس الاعمار او نفس الاطفال اللي في نفس عمره. ليش؟ طيب لانه ما كانش يلعب معهم لانه كان يخاف يلعب، فبالتالي نمو العضلات بيكون بشكل ابطا، بشكل اقل، حتى الفيدنج عنده والدريسنج بيكون اقل. تمام، لانه ما بيشوف كويس، فبالتالي مستوى اللي هو النمو عنده بيكون اقل من الاطفال على نفس اللي هو العمر نتيجه الاعاقه اللي عنده. ايموشنال فاكتورز، العوامل العاطفيه الموجوده في الاسره، زي ما في بروكن هومز، بيوت مدمره عاطفيا، بيوت مدمره نفسيا، اورفينجز اللي هو يعني الناس اليتامى، الاطفال اليتامى، هذول نموهم بيكون متاخر اكثر من الاطفال على نفس اعمارهم اللي عندهم اباء وامهات، اللي هو الايموشنال ديستربنسز. تمام، انسكيورتي، شعور بعدم الامان، عدم استقرار العاطفي في البيت، سيبلينجز ليفري، الغيره، جلسي. تمام، سيبلينج ليفري هو تنافس الاشقاء، يعني الطفل اخوه بيتنافس مع بعض او دائما بيتخانقوا مع بعض، دائما بيركزوا لبعض ففي مشكله بينهم. لوس اوف بيرنتس، احد الاباء او كلاهما توفى. ان اديكويت سكولينج، على عمر صف سادس مثلا بطل يروح على المدرسه، هذا كله بيعمل تاثير سلبي على نمو التطور لانه ما تعلمش كويس. تمام، عنده حرمان عاطفي، ما عندوش اب، ما عندوش ام مثلا، ما عندوش بيت، شعور بعدم الامان، هذا كله بيعمل مشاكل على النمو اللي هو الطفل. بيجي عندنا العامل اللي هو هيريديتري ديسوردرز، الامراض اللي هو الوراثيه. حكينا في موضوع اللي هو الوراثه، قلنا بتاثر على موضوع التطور، والامراض الوراثيه ايضا بتاثر على موضوع